Storybox Audio. طبعا شباب مثل ما شايفين انا هلا عملت اعلام مشان اعرف البستون وين لانه هلا هو على التي دي سي، بس انا هلا راح ابرم شوي، راح اخلي البستون نازل لتحت شوي مشان وقت تركب الكلاس او السلندر هيد، مشان وقت اللي راح شد وركب الكام شافت هاوس وقت راح شد مشان الفناتيل ما تروح وتضرب بالبستونات. راح خليها هلا على النص. هلا بعدين انا بس وقت بدي ركب الجنزير او التايمينج تشين راح ارجع ابرمه على العلامة اللي عملته انا هون. هلا نحن هون حطينا الجوان الكولاس او الجاسكت، وهلا بدنا نركب الكولاس مكانه. وهون عشان موضوع شد البراغي تبع الكولاس الترتيب الإلون، الواحد بيشوف هون انه كيف الترتيب تبع شد الكولاس. بعدين هون في عنا على نيوتن متر 30 نيوتن متر البراغي، بعدين بدنا نشد 90 درجة اول مرحلة، تاني مرحلة 90 درجة، وتالت مرحلة 90 درجة. هلا بنشوف مع بعض كيف طريقة شد البراغي. طبعا هلا شباب احنا بس رح نلحق البراغي تلحيق، بعدين بنشدهم بساعة الشد. طبعا هلا بدنا نشد الساعة بتاعت الشد، ما بتعرفني اليوم، بدنا نشد البراغي بالعشرة. بعد ما شديت 30 نيوتن عملت علامات على البراغي مشان ارجع شد 90 درجة على 3 مراحل. هلا هون انا شلت الميل السنتريك الى الهواء والى الحريق من قلب بيت الميال ونظفته مزبوط، ما خليت زيت مشان هلا وقت اللي بدي ركبه على الكولاس ما يروح ينزل زيت من بين الميال ويجي على السيليكون، لازم يكون نظيف. طبعا انا هلا بس ركب الميال راح احط شويه زيت خفيف على الميال، شيء يعني شيء مش كتير يعني مشان وقت الليبرم ما يصير في احتكاك قوي بين الميل والبيت الميل. هلا بعد ما نظفنا هون وجهزنا وشدينا الكولاس وركبنا ضاغطات الزيت الى الصمامات وحطينا سيليكون على الكام شافت هاوس او البيت الميل السنتريك، هلا بدنا نركب بيت الميال على الكولاس.
طبعا انا هلا شباب بعد ما شديت الجزء العلوي بالكولاس وحطيت العدي هون زي ما شايفين، حطيت العدي قفلت الكام شافت من فوق اثنين قفلتهم بهي العدي، وهلا بدي ابرم طلع البستون على التي دي سي مشان ركب الجنزير. طبعا انا كنت منزل مثل ما حكيت من قبل، كنت بارم البستونات على النص مشان وقت ركب الجزء العلوي من الكولاس مشان الصبابات ما تروح تيجي وتضرب بالبستونات، وبعدين انت بصير في خلل وما عاد ممكن السيارة ما عاد تدور. هلا نحن هون ركبنا السنادات الجنزير، وحدي هون وحدي هون، وركبنا الجنزير. بس اول شيء لازم الواحد يركب الجنزير ترمبة الزيت، والا ما عاد بيركب. يعني لو ما ركبت ترمبة الزيت، بس لازم تركب اول شيء الجنزير، بيجي هو راكب تحت الجنزير تبع المحرك. والبرغي تبع الميل السنتريك التوربو او الاكزوست هو سن عادي، يعني بنشد عادي، ولكن اللي بيجي من جهة الانتيك بالعكس بينشد بعكس عقارب الساعة. يعني اذا بدك تحله بدك تحله مع عقارب الساعة، واذا بدك تشده بدك تشده بعكس عقارب الساعة. هلا هذا رح ينشد 50 نيوتن هون تبع الاكزوست، وتبع الانتيك راح ينشد 40 نيوتن، وبعدين منلف دورتين بالمحرك بنرجع منشد هذا 90 درجة وهذا 90 درجة. طبعا انا هون ركبت الجنزير القديم، بس بعد التركيب شفت انه المشد انه البستون اللي مشاد طالعت كتير لبرا، في فراغ يعني طالع كتير، وهذا دليل انه الجنزير هون صاير يعني اوفر سايز، سو لازم رح ركب واحد جديد. هلا بعد ما ركبنا الجنزير الجديد وحطينا السنادات الجداد والمشاد او التنشنر، هلا رح نفتح للمشاد ونشوف قديش رح يطلع لبرا البستون. مثل ما شايفين هون يعني اقل من القديم. هلا بما انه نحنا قافلين الكام شافت فوق، بقى التايمينج عندي انا تبع الكام شافت هلا جاهز، التايمينج عندي فوق جاهز، ضل عندي بس اني طلع البستون على التي دي سي. انا هون استخدمت سيخ، وكمان في واحد يستخدم ساعة خاصة، بس انا هون استخدمت سيخ كونه مش متوفرة عندي هذه الساعة، ورح ابرم. بالبستون ليطلع على النقطة الميتة لفوق. هلا بعد ما طلعنا التايمينج او طلعنا البستون على النقطة الميتة، هلا راح نشد البراغي تبع الكام شافت الاكزوست والي الانتيك. راح نشد هذا 50 نيوتن وهذا 40 نيوتن. مثل ما شايفين شباب، هلا العلامة اللي عملناها نحن من قبل مشان انه يكون البستون على اعلى نقطة، رجعنا تأكدنا هون وقت البرمة بالمحرك طلعنا البستون على اعلى نقطة،
وهلا بنرجع بنتأكد انه التولز او العدة تبع الكام شافتات من فوق رح تركب مكانها. هلا بما انه ركبت مكانها وعندي انا البستون على اعلى نقطة، فان شاء الله التايمينج مظبوط.